ومحليا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إعلان البرلمان العربي منح الرئيس عبد الفتاح السيسي لوسام القائد يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة. وأشار في مستهل اجتماع مجلس الوزراء إلى أن منح البرلمان العربي وسامه الأرفع للرئيس السيسي يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة. من جهة أخرى، أشاد مدبولي بمشروع مجمع البتروكيماويات الذي تم وضع حجر الأساس له باستثمارات تبلغ 7 مليارات و500 مليون دولار، وسيوفر 15,000 فرصة عمل. كما تطرق مدبولي إلى زيارته لعدد من المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه سيتم البدء في انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية، وذلك لبدء التشغيل التجريبي لها. أما حول ملف التعامل مع فيروس كورونا، فقد أكد مدبولي أنه يحرص يوميا على أن يتابع مع الوزراء المعنيين موقف توفر المستلزمات الطبية المختلفة لمواجهة الفيروس، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل إنتاج أول عبوة من لقاح ساينوفاك الذي يتم تصنيعه في مصر.